احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب ايه بيجي من شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا مقطع النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا جدا يا ابطال على وصول المقطع الاخير 2100 لايك وكمان داخلين على 1000 كومنت وكل ده في ساعات قليله بس. بحاول يا ابطال ان اعمل قلوب على كل الكومنتات دي وفعلا يا ابطال قدرت ان انا اشوف اغلبيه الكومنتات. الكومنتات يا ابطال اغلبيتها كانت بتتكلم عن موضوع سولوم، هل هو فعلا حقيقي ولا لا؟ وفي كومنتات بتقول لي ما تقلقش يا بلال هترجع زي الاول واحسن بكتير. وفي كومنتات تانية بتقول امتى بقى يا بلال هتنزل لنا الاغنيه الجديده. عايز اقول لكم يا ابطال اللي في اغنيه دلوقتي حالا نزلت على قناه الاغاني، يا ريت يا ابطال تروحوا تسمعوها هتلاقوها في اول الوصف. وطبعا الناس بتيجي تقول لي هي الاغنيه اللي هتنزل على قناه اي بي جيمنج هتنزل امتى؟ عايز اقول لكم بحضر لكم العظمه بجد. بس نخلص يا ابطال من موضوع الهكر ده الاول ويلا بينا زي ما متعودين ننزل حالا دلوقتي كلنا نفجر زرار اللايك. عايزين نوصل المقطع ده اكتر من 2000 لايك في يوم واحد بس، وكمان نعمل اشتراك للقناه وتتاكد انك عامل اشتراك للقناه بجد عشان جاي لي يا ابطال احصائيه زي ما انتم شايفين ان في اكتر من 45% بيتفرجوا على المقاطع بتاعتي ومش عاملين اشتراك. اقول لكم ايه، ما تيجوا نخليها 0%. اقول لكم ازاي، انكم تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا احلى اشتراك في القناه بس كده، والله الحل سو ايزي مان. ويلا بينا يا ابطال نقرا اول كومنت معانا وبيقول احنا معاك يا بلال وفوزنا على سونسون ولو ما قدرتش ترجع حساب التحقيقات بنضل معك حتى لو ما سويت تحقيقات تاني. حبايب قلبي والله يا ابطال انا ابطال محتوى التحقيقات وفعلا ناس كتير قوي بتحبني على المحتوى ده وبالاخص في القناه دي، وعشان كده مش عايز اسيب التحقيقات خالص، احنا اللي اخترعناها واحنا اللي هننهيها وقت ما نقول. الكومنت التاني وبيقول ان شاء الله كل حاجه ترجع لوضعها، حساب التحقيقات فاتح من 3 ساعات. شكرا جدا يا كوكي اللي انت قلت لي حساب التحقيقات فاتح اخر مره من امتى، لان انا بصراحه المشكله اللي في حسابي دي مخلياني يا ابطال مش عارف فركز خالص، كل شويه ادخل على الحساب ولا ايه بردك فيلد. على فكره يا ابطال المشكله دي بتحصل لي مع كل الحسابات بجد بجد، نفسي حد يحل المشكله فعلا. الكومنت التالت بيقول بلال ايه رايك كلنا نعمل ريبورت لسونسون؟ شوف يا ابطال الخطه الاولى الحمد لله يا ابطال نجحت، اما الخطه الثانيه لحد دلوقتي انا ما قلتلكوش نعمل ايه. موضوع جدا جدا خطير وبصراحه انا قاعد بفكر فيه، لان احنا ما ينفعش نعمل اي حاجه كده يا ابطال، لازم نعمل خطه تكون اسطوريه دروسها صح. الكومنت الرابع بيقول والله حرام يا بلال انا انصحك انك تكلم سولوم على الانستا وبس انا احبك هاشتاج ابطال اي بي جيمنج موجودين بكل مكان. شكرا جدا على الكومنت ده وفعلا ممكن في مقطع من المقاطع الجايين احاول ان انا اتكلم واتواصل مع سولوم على الانستجرام ونشوف يا ابطال على الانستجرام منزل ايه، يمكن يا ابطال يكون في حاجه ليها علاقه بالهاكر الله اعلم بقى. خلونا ابطال نقرا اخر كومنت وبيقول يا بلال خليك فاكر الطيبين دايما يفوزوا في النهايه والكل ظالم نهاية. فعلا يا بطل الابطال عندك حق، واحنا طيبين وبنحاول يا ابطال فعلا نفوز ونتغلب على الهكرات، هي دي يا ابطال اساس سلسله التحقيقات، لازم يا ابطال نحاول نبقى اقوياء امام الهكر، مع ان يا ابطال الهكر ده صاحبي ولكن الحمد لله على كل شيء. يلا يا ابطال لازم كل واحد فينا يحصل معاه مواقف زي دي عشان بيتعلم منها في حياته. وجي هنا يا ابطال وقت المقطع. المقطع النهارده يا ابطال جاي اكلمكم في حاجه مهمه قوي، انا عارف ان هي حاجه مجنونه، انا يا ابطال كلمت سونسون وطلبت منه ان انا عايز اقابله للمره الاخيره. وغالبا دي يا ابطال هتكون النهايه بالنسبه لي، اللي هو بقى خلاص يا ابطال انا عايز اعرف انت اخرك ايه يا سونسون وعايز تفهمني ايه؟ انا بصراحه زهقت جدا من الموضوع ده وعايزه يخلص في اسرع وقت. انا عارف يا ابطال انتوا بتحبوا مقاطع الفيس كام وعشان كده المقطع بتاع النهارده هيكون فيس كام. يلا بينا. ماشي يا ابطال. السلام عليكم. انا بس يا ابطال الكاميرا تظبط؟ ايوه فوكس تمام كل حاجه يا ابطال تمام. انا يا ابطال ما كلمتش حد ولكن انا بفكر والمقطع اللي انا عامله ده وطالع في سكام واكون يا ابطال شايفكم وانتم شايفيني تمام. خلينا يا ابطال بقى نفكر مع بعضينا، انا المفروض عايز انهي الموضوع ده، فكروا معايا في نهايه للموضوع ده، انا زهقت منه. ياخد حساب التحقيقات ويحاول اللي هو يا ابطال يعني ياخد حساب الاصلي يحاول ياذيني في القناه. بصوا يا ابطال حاجات جدا جدا كتير بيعملها وانا بصراحه مليت ويحاول كمان يشككني في اصحابي عشان يخليني يعني ابقى بقى يوتيوبر وحيد بقى ما اعرفش اي حد من يوتيوبرز واقعد بقى اقوم مخبط في ده وده يجي يشتمني وده يجي لا 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 انا مش بعمل الكلام ده، مش عايز خناقات، مش عايز الحاجات دي تحصل مره ثانيه، انا زهقت بصراحه. فانا بصراحه ابطال بحاول اشوف اي خطه انا عاملها، ففكرت ابطال حاجه واحده بس اللي انا قابله في الحقيقه، ولكن يا ابطال قعدت افكر
انا مش معاه رقمه ولا معاه اي حاجه، هو مش موجود بس غير في مكان واحد بس، وهو سيرفر الديسكورد. وسيرفر الديسكورد ده بالنسبه لي يعني في ناس كتير جدا جدا، وانا بكون عايز يكون انا وهو بس عشان اقدر ابطل اكلمه وما يحصلش مناوشات وحد يشتم او حد يعمل اي حاجه. فانا بصراحه بفكر كتير جدا جدا قبل ما اتخذ اي قرار. بصوا يا ابطال، عايز اقول لكم في وقت واثناء ما انا بصور المقطع ده بجد بجد السيرفر مليان مليان يا ابطال جواسيس، ومليان ناس من ابطال، ومليان منشنات. والله العظيم زهقت من منشنات بجد. الناس اللي بتشوف المقطع من ساعه ما قلت لكم في المقطع اللي فات وبطل من ابطال قال ازاي ادخل سيرفر ديسكورد، عايز اقول لكم احنا ما شاء الله التفاعل هناك بقى جدا جدا اسطوري. ولكن يعني في تفاعل سلبي وتفاعل ايجابي. التفاعل السلبي يا ابطال اللي هو حرفيا الناس جواسيس داخل عندنا وقاعدين بيشتموا يعني بيشتموني وبيشتموكوا، بصوا بيعملوا حاجات غريبه قوي، وانا قاعد بحاول يا ابطال الحق الدبان، والله ما عارف اصلا، والله ما لاحق، مش عارف اعمل ايه، بعمل حاجات كتير قوي. وفعلا يا ابطال انا اصلا مشغول ومش فاضي، غير المشاكل وغير اللي انا قاعد بحاول افكر اعمل ايه في الحاجات الجايه، وهل في خطط تاني. ناس كتير جدا جدا على الانستجرام، على حساب على الانستجرام، يا بلال فين الخطه فين الخطه فين الخطة، وانا مش عارف ارد عليهم، مش عارف اقول لهم ايه، لان انا مش في دماغي دلوقتي، يعني خايف اعمل اي حاجه وبعدها اندم عليها ارجع اندم عليها، فاهمني؟ فاكيد انتوا فاهميني، انا بحاول ابطل افكر. بصوا يا ابطال، انا بفكر اعمل حاجه جدا جدا جامده، تمام؟ وفي مقطع النهارده هعملها، بما ان حرفيا ان دلوقتي الدنيا ليل، تمام؟ الدنيا دلوقتي انا بصور مقطع بالليل خالص، تمام؟ انما ابطال الدنيا ليل، ولكن المفروض اكيد يعني في تفاعل عندي في السيرفر دلوقتي وانا شايفه اثناء وانا بصور المقطع دلوقتي حالا قدامي. انا يا ابطال مش عايز المقطع ابقى انا لوحدي، انا عايز اخد رده فعل المتابعين معايا يا ابطال، واشوف فعلا هل هم يا ابطال عندهم اي اضافه جديده او اي حاجه ولا لا. دلوقتي حالا يا ابطال انا ظبطت كل حاجه، والمفروض دلوقتي حالا يا ابطال انا في سيرفر الديسكورد عندي. اي نعم يا ابطال الدنيا ليل، ولكن في ناس يا ابطال قاعده بتكتب ايه في الشات وكل حاجه تمام. دلوقتي يا ابطال اللي المفروض حرفيا انا ابدا اعمل ستيج، وبفكر هي دي تقريبا الحاجه الوحيده عمر ما عملتها قبل كده، ان اعمل السيج يا ابطال وادخل فيه كميه ناس كتير. يا رب بس يا ابطال تكونوا صحيين، هو ده اللي انا هعمله دلوقتي حالا، هعمل ستيج. طبعا يا ابطال عقبال ما اعمل الستيج، لو انتوا يا ابطال عايزين تصوروا معايا، تمام، تطلعوا معايا في المقاطع التحقيقات، او حد عنده اي تحقيق يقدر يا ابطال يطلع معايا هنا وكمان بصوته، يعني بجد بجد يا ابطال اللي جاي هيكون جدا جدا اسطوره. ولكن انا بعمل دلوقتي اهو تحقيقات، بس عملت جوم يا ابطال دلوقتي حالا اسمها تحقيقات، معرفش انا من بالي كتير مش بعمل الستيج اصلا، ولكن ممكن اعمل كده كويس جدا، انا مش عارف صح ابطال كده بعملها صح ولا ايه، ولكن ايوه ابطال عملتها كويس جدا، تمام. تحقيقات، ايوه سميتها كده، بس كويس قوي. انا المفروض كده يا ابطال عملت يعني عملت التحقيقات صح كده، روم ماشي، المفروض دلوقتي انا اعملها. او ماي جاد، ناس نايمه حرفيا يا ابطال، انا دلوقتي عامل يعني مفيش اي حد دخل، ده اللي كنت خايف منه والله العظيم، ده ابطال اللي فعلا كنت خايف منه. يعني الساعه كام؟ انا الساعه داخله على 3 الليل، 3 بالليل ايوه واحد، ايه يا جدعان واحد بس؟ طب انا لازم اكتب في الشات، انا لازم دلوقتي حالا ابطال اكتب في الشات. انا دلوقتي حالا هو ابطال كويس قوي، نزلت في الشات وقلت لهم كل الناس تدخل. مش عارف انا اصلا بصور مقطع في وقت حرفيا ما حدش اصلا يتخيل ان انا هصور مقطع فيه، والله ده انا شخصيا مش متخيل اللي انا بعمله، ولكن مش عارف. اوه لا 50، يا نهار ابيض، انا ما كنتش متخيل اقسم بالله كل الناس دي هتيجي. ازيكم يا جدعان، انا المفروض دلوقتي حالا بصور مقطع، 50 واحد دخل حرفيا، انا بصور مقطع دلوقتي حالا. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ المفروض يا ابطال انا هطلع ثانيه عايز بس ابين الصوت، انا بصراحه مش عارف، فمش مجهز كلام اقوله، ولكن في حاجه انا كنت بفكر اقول لكم عليها عشان ابطال عايز انهي الموضوع ده، عشان انا شايف ان في مشاكل وناس قاعده بتشتم معرفش وناس حاجات. بصوا يا جدعان حاجات غريبه دلوقتي، اكتر من 55 واحد، 55 بطل وبطله داخلين في الفويس وبيسمعوني دلوقتي حالا. خلونا نطلع، مش عارف، في اول واحد دخل، اول واحد دخل حرفيا انا هطلعه، اول واحد دخل. هلا والله، انا مش سامع، ثانيه انا مش سامعك. الو، هلا والله حبيبي، حبيبي والله العظيم. طب ثانيه علي صوتك، ثانيه، انت ظهرت معانا في المقطع حبيبي، وانت اسمك ايه؟ حبيبي يا عم عاشت الاسامي. والله بص، هو انا المفروض دلوقتي حالا انا بصور، والمفروض اعمل الاستيج دي عشان اخد راي كل الناس اللي هنا، واخد رايك كمان في ايه بقى. انا عايز انهي الموضوع ده، انت يعني انا المفروض انهي ازاي؟ يعني انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا بفكرت ان انا قابله في الحقيقه مثلا، قلت لا قابله ايه، لا اخر مره عمل حاجه كده، بصراحه مش فاهم، حاسس في ناس بتراقبني وحاجات غريبه. فانت من رايك
اعمل ايه؟ ما هو مشكله لما انا فكرت لو انا قعدت اعمل حاجات فيه تاني هو يعمل فيها تالت رابع، انا كده مش هخلص، انا زهقت اصلا، انا تعبت اللي هو كل شويه. وحتى النهارده داخل الابطال السيرفر حرفيا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه يا جدعان كل ده؟ بعت ناس كتير قوي كلها تك 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 خناقه، وانا بقى مش فاضي ادي كل شويه واحد بان. انا بجد انا تعبت اقسم بالله بجد، والله زهقت، حسيت انا زهقت، قلت وانتوا يعني من ساعه ما انا عملت اول خطه حرفيا ناس كتير قوي دخلت، يعني يعتبر السيرفر كان فيه 200 120 واحد دخلت، متخيلين؟ والله العظيم يعني انا تقريبا هو بيعمل بقى كده بعد كل شويه يبعت لي ناس بسبب الحركه دي، حاسه هي جت عليا مش عارف يعني. لا تلاقي حد مسميه يا اخي. طب ثانيه طلعه ثانيه طلعه 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 ايفل ديف فين فين اللي هو اول واحد ثانيه انا انزلك معلش هو طلع ماشي. الو علي اه سامعك بوتلا يا عم والله طب انت طب انت ايفل طب يا جدعان والله العظيم الواحد اصلا يعني والله العظيم انا بحبك. طب انت مسمي الحساب ايفل ديفل يعني انت معاك الحساب طيب هات طيب. طب بص يعني دلوقتي يعني بالظبط يعني اسمه يعني الجروب بتاع انا بتجسس عليهم كل شويه يعني. ما انا بص ما انا هقول لك بقى حاجه حرفيا يا جدعان كل الناس اللي في سيرفر سونسون ماشي خليكم موجودين بس ما حدش يكتب اي حاجه ولا حد بقى يشتم ولا يتخانق، عشان في ناس كتير قوي بتقول لي بلال احنا قاعدين ما اعرفش قاعدين بيشتمونا ما اعرفش وحكايات وروايات كتير قوي مش هخلص منها. فانا اللي عايزكم اللي انتوا تروحوا وبس تقعدوا بس كده تشوفوا كل فتره تقعدوا تدخلوا او كل يوم تبصوا كده على السيرفر اه تمام بس كده، وتكتبوا لي بقى تحقيقات سواء على الانستجرام سواء بقى في روم تحقيقات ديسكورد اي حاجه، لكن هتدخلوا بقى تتكلموا وتقولوا احنا الابطال وما اعرفش ايه والله يعني انتوا هي باين ان انتوا تتخانقوا. انا عارف ان دي مش شتيمه، احنا الابطال مش شتيمه، لكن هم دماغهم صغيره فانا مش عايزكم تدخلوا في مشاكل والله العظيم مش ناقص الصراحه. بس حبيبي والله يعني انا ما عنديش انستجرام عشان كده يعني نص التحقيقات بتروح مني والله يعني انا ما سبتش فيديو انت نزلته من غير ما اتفرج عليه. حبيبي انت اسمك ايه طيب؟ اوعى تقول لي اسمك ايفل ديفل بجد انا خايف. لا وربنا انا اسمي كريم بس انا يعني عملت اسمي كده عشان اخش على جروب سمسون واحاول اتجسس عليهم. ماشي حلو فكره برضك يا ابطال، فكره جدا جدا قويه من صاحبنا كريم من البطل كريم والله العظيم. انت تعرف ان انا بصور اقسم بالله والله. طب قول لهم اعملوا حاجه حط لايك بقى نشتري اي حاجه حط لايك الاشتراك ده سألك ايه ده ايه ده ايه ده اخويا والله حبيب احلى كريم هنزلك بقى دلوقتي حالا كريم ماشي. طب ممكن اقول لك حاجه ماشي يعني انا عندي روبلوكس بس ممكن بس تقبل طلب صداقه من عمك كرشان والله. بص ان شاء الله باذن الله ابطال الموضوع بس ده يخلص وعايز اقول لكم كلكم والله واقف. بصوا انا يعتبر عندي في باقي 15 صديق يعني انا سايب 15 صديق في مساحه 15 صديق ان شاء الله هوافقهم هوافق عليهم من الديسكورد باذن الله. احط لكم اشتراك واتس اخويا ليتس جو بجد والله يا جدعان حبايبي مش عارف اقول لكم ايه اقسم بالله انا مبسوط قوي يا جدعان بالتجمع ده والساعه 3 بالليل 3 الفجر انتوا متخيلين والله العظيم ما متخيل اصلا كميه الناس اللي موجوده يعني داخلين على 100 انا مش عارف انا متفاجئ بصراحه. عاش يا جدعان ثانيه يا جدعان لحظه وجاي ممكن نضيف مين نجيب مين مش عارف عايز اضيف الناس اللي اسمها ايفل ديفل ما إيه ليه ما اعرفش حبيب. هلا والله عامل ايه؟ الحمد لله كسب عمل ايه الحمد لله والله. ايه ده بص يا بلال انت لو عندك حل عشان تمشي من ايفل ده ايفل يعني هو سمسون بس هو في الاخر هيندم اللي هو عامله يعني ان شاء الله حسابك هيرجع يعني كده كده اصلا حسابك هيرجع لان ايه اللي هو اللي بيعمله كده كده اصلا ايه يعني هو اصلا ما حرام ان هو يسرق حسابات اي حد. ما هو فعلا انت تقصد انا فهمت من كلامك اللي انت بتقول لي ان انا اعمل حاجه اخليه يندم عليها اللي يقول لي يا نهار ابيض انا ايه الهوي اللي خلاني عملت كده وبعدها بقى يرجع لي الحساب يعني صح؟ هو ممكن يعمل كده بس بجيمنج انت لازم انا عارف ان انت حميت حسابك اللي في روبلوكس بس ان شاء الله هو يعني ايه حسابك هيرجع واللي اسمه سونسون ده يعني هيندم هو اللي عامله كده. انا بحاول اتجسس عليه ان هو يعني ايه مين انت برضك بتتجسس عليه ايفل ديفل صح يا ودك بس عشان ايه حساب كده ايوه قول يا جدعان اقسم بالله يعني والله مبسوط والله يا جدعان فرحان اي حد مسمي اسم حسابه ايفل ديفل 365 في الديسكورد وبيدخل في السيرفر وربي ده بطل اسطوره وعليه يعني احلى تاك في الدنيا والله العظيم عاش عليكم يا جدعان يعني حبيبي والله حبيبي هنزلك بقى عشان اشوف حد تاني يا جدعان بجد مش مصدق اقسم بالله يعني فعلا انا متفاجئ دلوقتي ان حرفيا في ناس جدا جدا كتير
عامله يعني عامله الموضوع ده. انا بجد انا ما اعرفش، انا قلت لكم اه في اليوتيوب وقلت لكم 1 2 3، ولكن انا ما خدتش بالي اصلا ان فعلا انتوا يعني انا ما قلتلكوش اصلا سموا ايفل ديفل خالص. انا ما اعرفش الفكره دي جات لكم ازاي، اللي انتوا تسموه ايفل ديفل وتدخلوا اكن ده انتوا ناقص تسموه يعني مثلا باسم واحد جوه اداري او حاجه جوه يعني حد جوه معروف، وتدخل على اساس انك هو ويا الدماغ دي تحقيقات. هو يعني هي دي فعلا التحقيقات يا جدعان. يا سلام. طب انا كده واضح كده انا هنهي المقطع. واضح كده انا هنهي المقطع. بجد يا ابطال شكرا جدا للناس اللي دخلت معايا، اقسم بالله اخواتي والله العظيم واحد واحد اخواتي يا جدعان، مش عارف اقول لكم ايه. شكرا جدا جدا للناس اللي مسميه برضك حساباتها ايفل ديفل 365 تمام، وداخلين سيرفر سونسون محدش يتكلم، كل يدخل جوه واوعى حد يتكلم تمام. ادخل جوه يا باشا كده وقعد اتفرج بس، ناظر اقعد بس اتفرج، وبقول لي سواء على الانستجرام او في سيرفر الديسكورد روم تحقات. عارف ان في ناس كده مش عندها انستجرام، قول لي يا عم في روم التحقات سو ايزي مان، بس كده يبقى كده على الاقل يعتبر حاولنا اصلا نعمل حاجه كده. يا ابطال خلينا بقى ايه نشوف الناس اللي موجوده هنا معانا كويس. في ناس رفع ايديها كتير، انا مش عارف لحد دلوقتي اضيف مين اصلا. خلونا كده نشوف نشوف نشوف. ايوه 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 هو ده بجد يا جدعان ولا حد مقلد اسمه؟ حد اسمه ايفل؟ ما تقوليش ان هو. لا لا مش هو، مش هو اكيد. طب انا هجرب اطلعه ثانيه ثانيه. مش هو على فكره ولا هو؟ مش هو مش هو. انا هطلعه بس ابطله بعدين نختم الحلقه. هلا والله اللي مقلد ايفل. هو انت مقلد ايفل اكيد صح؟ يعني اوعى يكون هو الهبل ده. استنى اشوف الشات، اشوف الشات الاوامر يا جدعان. يا نهار ابيض كل ده منشن يا جدعان، كل دي منشن. ثانيه هو المنشن ده فين؟ ده هنا يا جدعان. هو اكتبوا لي ده هو ولا ايه؟ هو سبحان الله اقسم بالله يخرب بيت كده. ازاي ازاي؟ بص يا باشا فرصه سعيده ان انا قابلتك تمام، وانا عايز اخلص الموضوع ده. الموضوع ده انا عايزه ينتهي تمام، انا عايزه ينتهي. انا والله العظيم انا فاكر اللي انت والله واحد مقلده اصلا. يعني خلاص بقى ما تقعدش بقى تقول حاجه. متاكد هو؟ الناس كلها بتقول هو. انا مش عارف والله، انا فاكر اصلا الناس بتقلل، الناس بتكتب ايفل، في ناس كاتبه ايفل كتير عادي. ممكن ما في ناس بتحط صورتي، ممكن ما يكونش هو برضك عامل ميوت. مش عارف مش عارف بس هو باين عليه هو. بص اقول لك على حاجه، بص انت رجع الحساب وخلي الدنيا تمشي عادي تمام، وعمل اللي انت. انا مش عارف انت عايز ايه اصلا، انا ما اعرفش انت اصلا ليه خدت الحساب التحقيقات. انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم هو بيكتب. طيب يا جدعان حد يشوف يا جدعان هو بيكتب يرد على الكلام اللي انا بقوله ولا ايه؟ والله هو مش بيكتب. لو كتب يا جدعان قوله. معرفش هو ثانيه وبيكتب في الشات. طيب بص انا عايز حساب التحقيقات بس، هو كده هو ده الوحيد اللي معاك، فانا عايز الحساب. يا عم شوف انت عايز مقابله ايه. طب اقول لكم على حاجه، اقول لك على حاجه برضك. يعني لو انت عايز روبوكس، لو انت خدت الحساب يعني وعامل الحوارات دي كلها عشان عايز روبوكس، يا عم انا هدي لك شويه روبوكس. في حاجه اكتر من كده؟ ما وبس وتسق وتحل عني فاهم، وانا هشيلك من اداره ولا اعرفك ولا انت تعرفني بس. ومش عايزين بقى خناقات مع بعضينا وما اعرفش ايه، عشان تكون عارف بالحركات اللي انت بتعملها دي وبالميوت اللي انت حاطه ده، ومش بترد عليا كاني بتكلم مع نفسي تمام. احنا مش هنرجع صحاب تاني، ولما اجي اشيلك ما تقعدش بقى تتضايق وتجيب لي بقى حد ويقعد بقى يعمل حاجات في السيرفر ومشاكل. اتفقنا؟ احنا دلوقتي على ميه بيضاء، وقدامنا دلوقتي يعتبر قول 100 واحد سامع الكلام ده قبل كمان ما المقطع ينزل، لان انا بصور مقطع دلوقتي على اليوتيوب. انا ما اعرفش انت قاعد تحت اصلا في روم من امتى، والله ما اعرف، انا مش واخد بالي اصلا. استغفر الله العظيم. بس انا قلت لك اللي عندي، انا قلت لك اللي عندي. سمعت اللي انت سمعته بقى، عملت انت عملته. انا ما اعرفش انت اصلا انت. انا ممكن ابطل والله كنت اديت له بان من زمان، من اول ما انا كل لقيته اديت له بان، ولكن انا مش عايز اعمل كده. انا مش عايز اعمل كده، انا عايزه لحد ما هو يخلص اللي هو عايز يعمله. يعني انا ما اعرفش هو ليه، يعني هو ليه اصلا موجود في السيرفر؟ المفروض يطلع من السيرفر اصلا، المفروض هو يطلع لوحده تمام. وانا كده مش عايز اديله بان، انا عايز اسيبه كده، اسيبك كده فتره واشوف انت عايز تعمل ايه. والدك مطنشني. الحاجه الوحيده اللي فيها منشن الاوامر، الحاجه الوحيده يعني. ايه ده؟ ثانيه يا جدعان، افتح لي الشات عشان اعرف اتكلم بس معاك. ليه انت مش عارف تكلم في حته ولا ايه؟ بص بص بعبين منشن مع هو يا جدعان، طلع هو. والله العظيم انا اصلا حاسس انا مش مصدق اللي هو، ما اعرفش ليه ما دخلتش حسابه الصراحه، بس حاسس انه مش بص. واحد اسمه سونس. لا لا مش هو ده حساب، مش ده حسابه. ماشي ماشي تمام. ثانيه افتح له الشات ثانيه. بس انا كده خليتك تكتب يا معلم. اكتب يا باشا. رد بقى على الكلام اللي انا قلت لك ده كده. بيقول لي بص يا صاحبي، يا ابني والله ما صاحبك يا ابني، يا ابني الله يهديك انا مش صاحبك.
ايه اللي بس يا صاحبي؟ مش انت ما كنتش عايز الحساب صح؟ لا لا ده كلام زمان، سيبك من الكلام ده. ما انا اقسم ما ايه ده، ما انا ما كنتش عملت الفيديوهات اصلا والمقاطع دي، ما كنت عادي، كنت ممكن اقول لك عادي الحساب مش عايزه تمام وامشي واقوم عامل بقى تحقيقات عن اي حد تاني في الدنيا عادي. ما هو مش انت الوحيد يعني اللي الوحيد بقى الهاكر اللي بتاخد حسابات والجامد اللي مفيش منك اتنين. لا مفيش الكلام ده، لا مفيش منك الكلام ده خالص. بس بيقول لي ماشي حلو، بتتكلم عليا ليه؟ انا سمعت المكالمه كلها على فكره. ده انت قاعد بقى، ده قاعد يا ابطال بقاله كتير. بقول لكم يا ابطال انا بفكر اديله بيان والله، ايه رايكم؟ ها انتوا اللي اديله بيان ولا بلاش؟ مش عارف، قاعد بفكر لا اعمل ايه، ما مش عارف. ما انا حاسس ان هو كده بيتجسس. بس ثانيه، لو انا اديت له بيان ما هو برضك هيتجسس. يعني ثانية، لو انا اديت له بان ما هو برضك هيتجسس. يعني هيتجسس ازاي؟ يعني من عن طريق ناس، عن طريق ناس تانية هيجيبهم كده عادي، ممكن يبقوا يعني ناس اي حد حاطط يعمل اي حساب ديسكورد وهيقعد يسمع الكلام اللي احنا بنقوله ويعمل ويشوف كل حاجة. ثانية ماشي، شوف بس الناس في ناس كتير قوي بتقول بان، في ناس بتقول لا، في ناس بتقول في ناس طب اعمل ايه؟ ما انتوا كده بتخلونا مش عارف اعمل ايه اكتر. بقولكوا يا ابطال انا مش عارف، انا مش عارف بجد. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا عايز حل وعايز ارجع الحساب بتاعي. ايه هو الحل؟ انا اللي يعني المفروض انا، هو انت بتبعت لي في ايه؟ هو ايه ده؟ حساب مين ده؟ مش فاهم العبط ده، ايه السكن العبيط ده؟ بتاع مين يعني ده؟ مش فاهمك. استغفر الله العظيم، شغل الهبل ده يا جدعان. وبعدين يعني بقول لكم يا ابطال انا هقفل الاستديو دلوقتي حالا، اسف يعني والله. ال 100 واحد حرفيا اللي قاعدين تمام، الاستديو ده هتتعوض وباستديو اقوى منها، يبقى فيها 200 كمان. والله ابطال يبقى فيها 200 كمان. طب بص يا ابطال عندي فكره، انا بس يا ابطال بشوف الكومنتات بتاعتكم بتقولوا ايه. عندي ما اعرفش ايه، ما هو سامع كل حاجه، ما واحد معايا. ماشي تمام. بصوا بقى يا ابطال، شوف يا سونسو، انا اللي انا عايز اقوله لك في فيديو النهارده وقدام الابطال وقدام 100 واحد ويعني وفي سيرفر الديسكورد، انا عايز اقابلك. حط ميعاد اقابلك فيه، بس ما تعمليش زي المره اللي فاتت. لو انت ناوي تعمل لي زي المره اللي فاتت فشكرا مش جاي، فخلاص مش نازل والله بجد، مش نازل تاني. لو انت هتعمل لي زي المره اللي فاتت تمام، فانا مش جاي تاني. اتفقنا؟ اما اشوف بس هو عايز اشوف هو كاتب لي ايه، وتيجي تتاخر عشان تهرب. والله العظيم ما كنت اقصد يا اخي، بقول لك انا والله ما كنت، انا عارف ان هو مش هيصدقني، بس فعلا انا في الحقيقه ما كنتش اقصد ده بجد. انا اصلا ابطال في الحقيقه ما كنتش اقصد فعلا، لان انا فعلا كنت صاحي من النوم وفي الفيديو باين عليا ان واحد لسه صاحي من النوم كمان، يعني باين قوي. ولا عشان انت كنت خايف؟ بقول لك ايه، خلص معايا في الكلام، ما تقعدش تقول عشان ومش عشان، خلص معايا في الكلام. وما اعرفش ايه السكن اللي انت بتبعته ده، ايه الهبل ده، ايه العبط ده. خلص بعد اذنك، هقابلك ولا لا؟ انا عايز اشوف الابطال، انا مش عايزك انت ترد، انا اشوف الابطال. ايوه فاتح الموبايل، في ناس كتير عاش عليكوا ابطال. واحد بيقول لي عندي معلومات، كويس قوي جامد. ناس بتقول لي قبله، ناس بتقول لي ايوه، كل ناس بتقول لي ايوه، كل ناس بتقول لي اكتريته قبله. خلصان، انا مش محتاج منك رد. الابطال كلهم ردوا اصلا، بس انت هتهرب. لا يا حبيبي مش ههرب، انت بس قول لي لو عايز في نفس المكان انا جاي لك تمام، بس كده. فايه ايش ضمني وبقى يا جدعان، ايش ضمني ومش ايش ضمني. بقول لك ايه، هقابلك ولا لا؟ برضك بيبعت لي ايه السكن ده، مش فاهم. انا مش فاهمك يعني، عايز ايه دلوقتي؟ ايه السكن العبيط ده؟ السكن ده بتاع مين؟ انا مش لسه يكون السكن ده بتاع ايفل ديفل ولا ده السكن بتاعك ولا انا مش فاهم. هو ليه ابطال بيبعت السكن ده؟ فعلا مش عارف. طب امسح الاستيج، انا مش عايز اكون قاعد في توتر كده واقعد اتكلم ومش عارف اقول ايه اصلا. اوف مش انا عندي سر عن سونسو. ايه ده الهبل ده، انا بكره وهو معايا اصلا، انا خايف. ماشي ثانيه ابطال كده، كويس جدا الشات تمام. طب لو هربت خلاص تمام. لا نجم، ثانيه يا حبيبي، ثانيه يا بابا، ثانيه. بص ايه، طب لو هربت خلاص تمام بكره ايه؟ لا يا عم انا موجود اهو، ما هربتش والله، انا موجود اهو. قول لي بس انت يا حبيبي عايز ايه، قول لي. ما انا مش عارف بصراحه يعني، انا اشوف انا قلت له وعب بيتهرب مني، بيدخل في اي حوارات واي حاجه. انا مستنيه يكتب، وعب يكتب. بكره الساعه 3 في نفس الوقت يا صاحبي. ايه بكره الساعه 3 في نفس العنوان يا صاحبي؟ ثلاثة في نفس العنوان. اشمعنى يعني؟ مش عارف مقلق صراحة. ارتاح كده. انا هنزله ثانية يا ابطال، ثانية بس هنزله. بقول لكم يا ابطال انا مش ضامن. لا طريقة كلامه اللي هو فاهمين يا ابطال، اللي هو تعالى ما اعرفش فين، فاهمين اي حاجة اي. انا حاسه ابطال اللي هو يعني ممكن اصلا اروح والله وما الاقيه. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ اروح اصلا ولا لا؟ ثانية كده ابطال، ندخل هنا اروح ابطال ولا ايه؟ الناس كلها بتقول لي روح. ايوه روح. لا روح، في ناس كتير بتقول لي روح، في ناس بتقول لي روح بس امن نفسك، ناس بتقول لي لا، وناس بتقول لي يلا روح. ماشي انا فاهم ان انتوا ابطال يعني، انا عارف ان الناس اللي بتقول لي يلا روح دي، هي الناس دي برضه خايفه عليا، ولكن الناس دي
يعني عايزة تعرف ايه النهاية وعايزة تعرف ايه اللي في الاخر هيحصل. ايوه يعني هو في الاخر فعلا عايز ايه؟ بيقول لي ليه اروح كل شوية المكان ده يعني، وبرضك بيقول لي روح الساعة 3. اول حاجة للساعة 2 انا اتأخرت، روحت الساعة 3، فبقى اللي هو عشان انا بصحى متأخر تمام، فعشان كده اللي تعالى الساعة 3. اوه اعمل ايه طيب؟ اروح ولا ناس كتير قوي بتقول لي روح؟ والله انا مش عايز اروح. ناس بتقول لي روح قبلها بست او ب10 دقايق باين او بخمس دقايق، ناس بتقول لي لا، ناس بتقول لي روح زي ما انتم شايفين ابطال، ناس كميه ناس كتير قوي بتقول لي روح. بصوا ابطال، انا بفكر في حاجه والحاجه دي هتكون صعبه عليكم وانا ما اعرفش، يعني انا بفكر انزل لكم العنوان اللي هو كاتبه لي او العنوان اللي انا اصلا رايح عليه. هل فعلا في حد هيقدر يجي معايا ولا صعبه دي ولا ايه؟ مثلا اخد ناس معايا مثلا، او في ناس، انا عارف في ناس كانت في الكومنتات بتقول لي خد اخوك، خد حد صاحبك تمام. هل فعلا ابطال لو انا نزلت العنوان؟ لا بس لا ما ينفعش، ايه الهبل ده؟ انا لو نزلت العنوان اصلا ده يبقى خطر اصلا، ما ينفعش اصلا صح؟ فعلا ما ينفعش، ايه الهبل ده؟ لا 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 ما ينفعش اصلا اي حد يجي. ولكم يا ابطال، خلاص خلاص هشوف يا ابطال الموضوع ده. اتمنى يا ابطال يكون مقطع النهارده عجبكم. حرفيا اللي انا بشوفه ده والله جدا جدا مخيف، انا ما اعرفش هل فعلا هروح بكره ولا ايه، ولكن اعتبر مقطع النهارده كده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج والتحقيقات الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه.